بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامج من مناهج الدعوة. موضوعنا اليوم حقيقة يحتاج إليه كل امرئ، شاب أو فتاة، امرأة أو رجل، كبير أو صغير، إنه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا الموضوع حقيقة يظن البعض أنه يختص فقط بالدعاء، لا أبدا، هذا الكل داخل تحت هذا الأمر وهذا الطلب، لأن الله تعالى قال عن أمة الحبيب سيدنا محمد: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإذا تسألنا ما سبب هذه الخيرية، قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. المخاطب عندما نخاطبه سيكون حتما أحد ثلاثة: إما أن يكون خالي الذهن مذعنا لما يسمع، فهذا الذي يفتش عن الحكمة وعن المعلومة يتلقفها، فهذا الذي يتأثر مباشرة، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة وقال عبد الله بن سلام: أول ما تعرفت على النبي صلى الله عليه وسلم سمعت يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. بهذه السلاسة وهذه البساطة، فهذا لا يحتاج إلى كثير من الإلقاء ومن الكلام ومن الإقناع. المرتبة الثانية من هؤلاء الذي يقر بنفسه، ولكنه إذا رأيته في بعض الأحيان يخالف علمه عمله، يعني العمل يخالف العلم، فتراه يعلم هذا حرام وهذا حلال، وتراه ربما وقع في بعض المرات وفي بعض المناسبات، وهذا حقيقة هو حال أكثر الناس، يعني مرة يصطلح ومرة يقع، مرة يذنب ومرة يتوب، مرة يبكي ومرة يضحك، هذا حال أغلب الناس. هذا يحتاج إلى شيء من الموعظة المؤثرة أكثر، وإلى تمثيل في هذه الموعظة أحيانا. جاء شاب إلى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وأمام الصحابة وقال: يا رسول الله، هذا الرجل مؤمن ولكن قال: إئذن لي بالزنا. هو يصلي ويصوم ولكنه يقع في هذه المسألة. فالصحابة استغربوا الأمر، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقترب إلي. فقال وأراد أن يعطيه درسا عمليا، فقال له: يا أخي، أترضاه لأمك؟ فقال: لا، فداك روحي يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا، فداك روحي يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وهكذا. وفي كل مرة يقول: لا، فداك روحي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدر هذا الرجل وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فخرج هذا الشاب يقول: والله عندما دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان شيء أحب إلي من الزنا، فلما خرجت كان أبغض شيء إلي هو الزنا. لماذا؟ لأن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ما انتهره فداه روحي وما عبس في وجهه، ولكنه تكلم معه بلطف. هذا الذي نحتاج إليه أيها الإخوة. من هو أشد من هذا؟ سيدنا موسى وسيدنا هارون عندما أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذهبا إلى فرعون، فقال لهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. تكملت الآية التي بعدها:
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون أعتى العتاة وأشد من كفر، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إخوة الإيمان، في هذا البلد بلد لبنان، وهو بلد التنوع في الطوائف، يعني شاء الله أن يكون المسجد الذي أنا إمامه يعني يقطع ما بينه وبين الكنيسة شارع، وبالتالي المؤمن داعي إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان غير مسلم، حتى لو كان أي شيء، حتى لو كان وثني، يدعوه إلى الله ويرمي هذه الكلمة لعلها تصيب. فكان من شأني أن أحاول أن أدعو ذلك القسيس إلى الإسلام، فجاء إلي مرة وقد علموا هناك أن هناك عدد من الناس قد دخلوا في الإسلام، فجاء إلي يريد أن يقنعني بالنصرانية حقيقة. فقلت له أنا ما عندي مانع، نتكلم بالعلم والمنطق، فإن أقنعتني كنت أنا معك، وإن أقنعتك قال كنت أنا معك. فقلت بسم الله، وبدأنا بحوار علمي، وبدأت أسأل هذا الشاب، هذا الرجل، هذا القسيس، فكلما سألته سؤالا كان يجيب، يعني 45 دقيقة كان يجيب. ثم بعد ذلك ألهمني الله ببعض الأسئلة ما كنت قد زورتها في نفسي، ولكن فضل من الله سبحانه وتعالى، فسألته عدة أسئلة فما استطاع أن يجيب. فقال لي أيها الشيخ ممكن أن أجلس معك مرة ثانية؟ فجاء بعد يومين وكان اللقاء الثاني، ثم بعد أيام وكان اللقاء الثالث، 4 أو 5 لقاءات، ثم جاء إلي وقال أريد أن أدخل في الإسلام، والحمد لله والمنة لله. عندما نظرت إلى هذا الإنسان علمت أنه يعني يحتاج قليلا إلى التعريف عن الإسلام أكثر، فعرفته عن الإسلام أكثر وأكثر، ثم جاء إلي وقال الآن أريد أن أسلم. فقلت الآن بسم الله، وأخذت المذياع ومعنا الناس، وقلت له كانت جلساتنا الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، والآن تريد أن تدخل في الإسلام، فماذا تقول؟ فقال أنا اسمي فلان الفلاني، ومن الآن اسمي محمد فلان الفلاني، ولا أريد أن أذكر اسمه، أريد أن أدخل في الإسلام. قلت قل معي أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فقال معي وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، و تبرأت من كل دين سوى الإسلام. ثم قال هذا الكلام ورمى المذياع، ثم تعانقنا. فوالله أيها الإخوة والأخوات، ما عرفت أني أنقذت إنسانا من النار، وملكت أخا وصاحبت أخا في الله كتلك اللحظة. وكان من شأنه أن ترك ما كان عليه، وزوجناه بفتاة مؤمنة، وهو الآن يعمل في مجال أعماله، وله من الأولاد 2 يربيهما تربية الإسلام. هذا ما يحصل إذا دعوته. الشاهد في الموضوع، قال لي إحسانك إلي أقنعني بقدر ما أقنعني كلامك، ابتسامتك وإحسانك إلي أقنعني بقدر ما أقنعني كلامك. اسمعوا أيها الناس، أحسن إلى من أساء بكلمة طيبة، لربما تكون سببا في توبته، ربما تكون سببا في هدايته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بالحكمة والخلق الحسن جاءت دعوتنا للأمم، بالحكمة والخلق الحسن جاءت دعوتنا للأمم، هدي الهادي قد علمنا أخلاقا تسمو للقمم، هدي الهادي قد علمنا أخلاقا تسمو للقمم، من منهاج الدعوة سار علماء يعلون منارا، من منهاج الدعوة سار علماء يعلون منارا، ويقيموا دعوة إسلام ويشيدوا مجدا وحضارا.